هذا الحفل السنوي الذي شرفتموه اليوم بحضوركم لم يأتي من فراغ، فوراءه تقف شركة فيرست بروتوكول، وهذه الشركة يقف وراءها الثنائي مارون وفيوليت البلعة. هما ثنائي في العمل الاجتماعي والاقتصادي، وهما في الحياة زوجان تجمعهما نفس الطموحات ونفس الأفكار. لعلهما يشرحان لنا أكثر معاني هذا الاحتفال اليوم. مساء الخير. منرحب بأصحاب المعالي، قدس الأب العام، الفعاليات الاقتصادية، الإعلامية، الأكاديمية، الأصدقاء والمشاركين معنا بحفل توزيع جوائز التكريم الاجتماعية والاقتصادية في عامه الثاني، ونخص أيضاً أعضاء لجان التوجيه والتحكيم والشرف. أهلاً وسهلاً، وعذراً لمن من الذين ضاقت أمامنا سبل دعوتهم هذه السنة مع أن مكانهم في القلب يتسع. نلتقي بعد عام كامل، عام حافل بعثرات كادت تجعل تنظيم هذا الحفل مستحيلاً في محطات كثيرة، لكننا من المؤمنين بلبنان، وأنتم أيضاً رعاة مشاركين وحضور، بدليل أننا هنا الليلة نوجه للعالم دروساً عن لبنان مميز بأبنائه مغتربين ومقيمين. منذ السنة الأولى رافقنا التحدي فقبلناه برحابة صدر. هكذا يجب أن نؤمن، لأنه هكذا يتحقق النجاح. ومن نجاح الحفل الأول في عامه الأول تحدد مستوى التنظيم في العام الثاني. بعد الولادة كان التطوير من الانطلاق نحو اللاعودة، ونحن الذين عهدنا وعهدنا من دعمنا وآمن بمشروعنا أن نتشارك في تلك المسؤولية التي جعلتنا محوراً في سوق العرض والطلب بفضل الحملة الإعلامية والإعلانية، لنتحول سلة وصل مطلوبة بين مصدر تمويل ومشروع لجمعيات تبحث عن رعاة لأهداف اجتماعية وإنسانية. الامتحان الثاني كان الأقصى، لأنه نقلنا وتوالياً من أمل إلى يأس مع كل هزة سياسية وأمنية، وأيضاً مع كل أزمة جعلت موضوع المسؤولية الاجتماعية والوطنية أكبر وأصعب. لكننا أيضاً قبلنا الرهان، وها نحن الليلة نؤكد أن لبنان وطن الإنسان غير قادر على طي صفحته طالما أن لديه ذرة من الإيمان. أعزائي الحضور والمشاهدين، في كتاب عن المؤسسات بعنوان مبنية لتعمر طويلاً، ورد أن إحدى شركات الأدوية أرادت تطوير دواء لفيروس يصيب العين بعمل أنهر بعدما أصاب أكثر من مليون من أبناء القبائل في الأمازون. الشركة وزعت الأمصال مجاناً لأنها تؤمن أن الدواء للمريض وليس لتحقيق الأرباح. واقعة تستوقفنا وعل عدواها تصيبنا، فهذا ما نصب إليه، ونحن نسعى إلى تحسين أداء مؤسساتنا لتحصد النجاح المرتجى. في حفلنا الثاني أردنا أن نكون على مستوى المسؤولية الاجتماعية التي تتحول علماً مع وضع شهادة جودة لها تحت اسم ايزو 26000، كما سيرد في تقرير لخبراء متخصصين في هذا المجال، لنكون السباقين في التطبيق. لذا اعتمدنا هذه السنة المسؤولية الاجتماعية للأفراد إلى جانب الشركات
وسنحاول في العام المقبل استقطاب أعلاماً لبنانيين في دول الانتشار كان لهم يد طولة في إعلاء اسم لبنان وصورته وفق معايير سيضعها مجلس أمناء سينشأ خصيصاً ليترجم تحول هذا الحدث من حفل تكريم أطلقته شركتنا إلى حدث على مستوى الوطن، وسيضم المجلس شخصيات بارزة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. يداً بيد نستطيع تحقيق الكثير من الأمنيات لمستقبل جيل جديد يكون ركيزة لهذا الوطن. شكر خاص للرعاة جميعاً وبالأخص مصرف لبنان وبنك عودة والمؤسسات الإعلامية والإعلانية. نشكر إدارة وفريق عمل محطة MTV وكازينو لبنان، ونشكركم أنتم أيضاً ضيوفنا الأعزاء ومشاهدينا الكرام، ونتمنى لكم أمسية ممتعة وعيداً مجيداً وعاماً سعيداً ملؤه من النجاح والعافية والسلام وشكر. ونحن أيضاً نشكر الصديقين مارون وفيوليت، وأرجو أن تبقيا معي لأننا سنبدأ بتوزيع الجوائز.